دفن المنطقة كلها. والله إنك تيجي تطالع إنه كأنه فوهد بركان عبيتها مياه والله يكرمكم رمال. ما تدري وين مداتك أصلا الحين. تبي تدور بيني ما لها أثر. واحد من هناك من قلب الشمال طالع في طالع بعين الحارة. أنا من قلت قلت وانا كيف اصير مدير اذا ما اقول خلاك خلاك والله اكثر من 3 شهور يلا رجعت لان دخل الماء على المدينه وعلى بال ما نزفناها وفتحناها وجبنا وصرفناها قصه يعني كانت هي مشروع ضمن المشاريع تكلف لا اله الا الله. وش سويت مع الوالد ومع الشركاء؟ علمتهم عن القصه؟ الحمد لله ما كان في وسائل اتصال لا كان في النشوري من اول يوم ترى في اخواني والله يعني المواضيع كثيره من يوم من الايام غلق علينا الام سي 1 والار سي 2 اللي يعني الاسفلت مشاكله سي 1 الرش ايوه. المهم جيت انا احاول اسوي عساس اخلص. كان في حوش الامير الله يحفظه الامير عبد العزيز بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي اقوى الامير جلوي هو امير الحدود الشمالية. وهذا حوش العمارة عندهم مستودعات عندهم وشو فغلق في جزء قلت له رش وقال لي الفلبيني انا دبر اظن رش دي ما ادري وش رش. يوم جاء سفلتنا رحنا. جاء الامير بعد يوم ولا يومين يبي يشوف يناظر. خلى كل المكان وراح مر من فوق المنطقه اللي سفلتنا بالعبط الا هي كفرات. وانا لسه في المتوسط هذيك الايام لسه العلاقه التجاريه بين الناس هو مشتري يعني بائع يبيع مباشره للزبون وكان الزبون عباره عن كانت المحلات خليط يعني ما كان في محل مخصص او شركات او كذا كان اعمال فانا في المتوسط طبعا للشباب الحاليين الخميس نداومه رمضان داوم 7:30 ما في اجازات بالايام مبار ولا ايام ما لها علاقه تداوم طول السنه. اخلص الدوام المدرسه واروح للوالد المحل حقه كان في سوق عيال ناصر اول ما فتح في الدمام فتح قدام سوق ابو بشيط المسجد ابو بشيط من شارع الحب بعدين نقل في سوق عيال ناصر. لكن اليوم الوالد ما هو موجود ويجي واحد اظن كويتي هذول الكويتيين هم اللي يوردون للبلد هنا المواد يعني كان يا يجيك واحد كويتي يا يجيك من جدة لا دبي ولا هذا لسه يعني هذول اللي يجيب لك المواد فقال لي انتم يعني انا اعرفه عاد الوالد يشتري منه حق شهر اسبوعين شهرين على قد الفلوس وعلى قد السيوله وعلى عجبني قاعد يكلمني بكلام كذا ونفخني شويه قلت عبي اكتب من هذه كذا اكتب من هذه كذا اكتب
من هذه تتعبى الدنيا. راح الرجال جاء الوالد قال انا كاني لمحت فلان. قلت لي والله. قالوا ايش بغى؟ قلت والله قالوا اشترطت طلبات عبيت. قالوا ايش طالع فيها؟ قال هذا يا ابني تكفينا 3 سنين ما عندنا فلوس. صحيح من عقلك. قلت والله هذا اللي حصل. قلت تدري يا ابا اصبر انا بلحقها الحين اجيب الله يطلعني. لا لا اذا ربطت لسانك الواحد لا تغير ابدا لو راسك والله اذا الله جابها نشوفها. والله انا قعدت في حلوقنا اظن فتره لين ربك يسرنا عندك. حقيقه يعني الحالة الماضية اللي كان الناس عايشينها كانت حالة علاقة مباشرة. يعني لما بدأت تتغير الأمور صار التجارة عبارة عن مراحل، في مستهلك فوق مستهلك، في راعي محل فوق راعي محل، في موزع موزع في مستورد أو مصنع. يعني درجات تعقدت الأمور وأصبح الواحد قاعد في مكتبه أسير. أول تعرف حركة الشارع، تعرف حركة الناس، تكلم مع المستهلك، تعرف يعني كانت العلاقة التجارية علاقة بسيطة وفيها صدق كبير. يوم يعني صارت متعبة من كثرة الأمراض، كثرة المشاكل بين الناس، العلاقات ما كانت يعني ما كان فيها أو برقيات فيها. عندي يا فلان عندي سواء في البيع أو الشراء والتعاقدات إلى حد كبير. أظن ديك الأيام ما كان القضاء يشتغلون، في معظم الأيام مرتاحين. الحين أظن يعني مسألة ما لها نهاية. ينكفون كل تاجر وكل علاقة قاضي. لأن معظم الأحيان تنتهي بالشكاوى. نسأل الله السلامة. محامين ترى ما كان يشتغلون، الحين يشتغلون. ما كان في محامين. إذا أنا أخبر وإذا كان الناس اللي عاشوا عندنا في الدمام يقولون كان وكيل الأمير الله يرحمه رجل فاضل، الله يرحمه رجل فاضل. كان يدور السوق بدون حارس وبدون شيء بنفسه. وكيل الأمير يجي يدخل عندك يقضي مقاضي ياخذ لزومه يشيلها بيده ويمشي، رجل فاضل الله يرحمه. ولا كان في يعني أشير عنه أنا الواقف بدل ما يقبل بالقوة أخذها منه وديه السيارة، ما سيارة بسيطة ورجل عادي ورجل فاضي لأنه كان وكيل أمين. في مراحل ثانية من حياة الواحد تعلم أنه أكره الطريق للربح هو الصدق والمتابعة ولا يستعجل. يعني الوالد أو الناس اللي يظهرونا هذه أمانة لازم أقول لكم إياها. يعني كان يقول لك يا أخوي لا تناظر لا تناظر اللي أكبر منك، لأن اللي أكبر منك يخليك يعني تحقد، يخليك غار. انظر للي أقل منك، من مسكن، الصحة، المال، بأي اعتبار. اليوم هذا الكلام لو تجي تقول لأي واحد يقول لك يا أخي أنت فين عايش؟ أعتقد إنه يعني كثر خيركم على سماعكم لي. أشكر الأخ خالد الفرصة الطيبة لي، والحقيقة كانت الجلسة بحد ذاتها مفاجأة، لأنه يعني أخي المشكلة إنه أنا أول أنا في البداية أول واحد ساعدوني أنت بعد وين بتودينا يا أبوك من المتوسط خلاص الله يحفظك خلاص والله بكرة يوم أنا طويل الله يحفظك. في سؤال بس ما تفضل.
الشركات بالنسبه للشركات والاعمال اسمح لي قبل تبدا بالشركه تفضل